أكد مصدر مسؤول من جهاز المباحث العامة للنبأ خبر اغتيال الشيخ الشهيد نادر العمراني الأمين العام لهيئة علماء ليبيا. المصدر قال إن عمليات البحث عن جثة الفقيد ما تزال مستمرة في منطقة السبعة بعد تأكيدات من المتهمين بوجودها في المنطقة. يشار إلى أن الشيخ الشهيد نادر العمراني اختطف منذ أكثر من شهر بمنطقة الهضبة في العاصمة طرابلس. هذا ونشر جهاز المباحث العامة التابع لوزارة الداخلية مقطع فيديو يتضمن اعتراف أحد المتهمين باغتيال الشيخ الشهيد نادر العمراني الأمين العام لهيئة علماء ليبيا. طبعا بعدين لقيت حفرين حفرة نزلين فيها الشيخ نادر العمراني، حفرة غارقة شوية شبه هيك طول هيك طول نادر، هاي الحفرة حاطين فيها هيك حاطين فيها الشيخ نادر العمراني. شبابين قاعد يتكلم هو حكيم قيدش، حكيم قيدش قال لهم شايب عليك ضليت الناس ولا الضال مضل بعد ما قريت في السعودية تخرجت من غادي كاي جيت هنا بدأت تضل في الناس غرك مناصب غرك مقاعد اللي عطوها لك في دار الإفتاء. شوي رد عليه نادر العمراني الشيخ نادر العمراني قال له أنا اللي قريته ننقل فيه للناس، قال انت ضليت وضليت الناس وجرتك قاعد تضل في الناس وراك، اما قال لك قاعد تنقل فيه غروك الفلوس غروك المناصب غروك الدنيا كلها. من بعدها حكيم كيف قاعد يسحب في كلاشنا قاعد يشاهد شيخ نادر العمراني قاعد يقول لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله بصوت عالي. طلع حكيم فرغ فيه كلاش كامل مخزن كامل فرغ فيه، ايه فرغ فيه شيخ نادر العمراني. بعدين جا أحمد الصف فرغ حتى هو بعد هيك فوق على راسه هيك فرغ نقص. الشيخ نادر العمراني الأمين العام لهيئة علماء ليبيا يعد أحد أبرز قامات العلم في ليبيا. التقرير التالي وتفاصيل. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. آية من كتاب الله تعالى تلخص أحداث المعركة القائمة والتي استعر لهيبها أخيرا بإعلان خبر اغتيال الشيخ الدكتور نادر العمراني. نادر العمراني هو ذاك العالم الذي ضج باسمه وعلمه وسمته من عرف العلم وتشربه، تزكيات جمة وشهادات عليا ومناصب يخدم فيها الدعوة ويقدم فيها خبرة سنين العلم والعمل. الشيخ المقتل ظلما هو أحد أبرز طلبة كلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، حيث نال منها الماجستير بدرجة الامتياز، وألحق هذه المرتبة بدرجة الدكتوراه بعد أن نالها في علوم الحديث تحت إشراف مفتي البلاد الشيخ الدكتور الصادق الغرياني، لينتقل الشيخ بعد ذلك إلى الدعوة في ميدان العمل وليتولى وظيفة الرقابة الشرعية على عدة مؤسسات مالية قبل الثورة، ويعين مدرسا في عدد من الكليات والأقسام الشرعية في الجامعات الليبية. بعد الثورة عين عضوا في هيئة الدراسات الشرعية بدار الإفتاء ليسهم بشكل فعال في تعديل القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية في ليبيا
بعد أن عين نائبا لرئيس لجنة مراجعة القوانين والتشريعات وتعديلها بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. هكذا قضى الشيخ الدكتور نادر العمراني، كما قضى من قبله علماء الإسلام الذين لم يرضوا بمهادنة الظلمة أو الجنوح إليهم، في رسالة إلى الأمة أن هذا العلم ميراث عظيم أبى أن يندثر أو ينحني. وحول الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو المحلل السياسي عصام الزبير للوقوف على تداعيات حادثة اغتيال الشيخ الشهيد نادر العمراني وحوادث الاختطاف والقتل في العاصمة طرابلس عموما. ابتداء عصام، يعني خبر نزل كالصاعقة على كثير من محبي الشيخ، كذلك على الأوساط المدنية، كيف تعلق عصام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. حقيقة أننا لمحزونون في هذا اليوم، إنه يوم عصيب حقيقة. ليبيا ليس لديها الكثير من الشيوخ حتى تفقد شيخا فدا. هذا الشيخ حقيقة بالذات عندما تتم مجموعة لقتله يجب أن يعلموا جيدا بأن هذا الشيخ متميز في علمه وفي عمله، ولذلك حتى شهاداته كانت بامتياز. وهذا ما يرجعنا إلى أن لابد أن نتعرض إلى الأسباب. أسباب هذا الجيل الذي بني على 42 عام من عدم وجود تربية إسلامية حقيقية، لم يتربى إلا على القرآن الكريم، وأراد القذافي أن يحرف القرآن الكريم وأبعد عن ذلك الكثير من الانتهاكات التي حاول أن يصبغها على القرآن الكريم، لا تقل قل أعوذ برب الناس وإلى ذلك. كيف ترى منه أن يكون ذو صبغة إسلامية؟ هؤلاء تعدوا على الشيخ، وتعدوا على بعض السياسيين، وسموا الأمر بالتيار الإسلامي، وشتموا الشيوخ وشتموا العلماء بدون علم لديهم، اللهم إلا جرا لهم من بعض ذوي المصالح والمنافع الشخصية من أجل أن يحققوا أهدافهم، فجعلوا منهم أداة لتحقيق ذلك. وها هم الآن يقتلون الشيخ من أجل ماذا؟ من أجل أنهم لا يمتلكون الحجة، ولا يمتلكون البرهان، ولا يمتلكون الحوار الإسلامي، ولا لديهم دليل على أنهم لديهم ثقافة إسلامية، ولا لديهم دليل حتى في عملية كيف يتحاورون. ويوم يعلمون جيدا حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحلى بالحكمة وبالموعظة الحسنة وبالكلام اللين، ولا يتجه إلى القتل لخصومه، لم يتجه إلى ذلك إلا في المعارك، ولذلك هم مفقودون لكل شيء. طيب. وأرادوا أن يشوهوا الإسلام بالشتم وبغير ذلك، وهو ما نراه الآن على الساحة من شتم العلماء وشتم الشيوخ من أجل أن يحققوا بعض الأهداف السياسية والحزبية والتي نقول فيها حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم ومن ورائهم. عصام، الشيخ نادر يعني يعد هو أحد أبناء دار الإفتاء، أو هو الجيل الذي استلم دار الإفتاء مع الشيخ الصادق مؤخرا، يعني بالتالي ما الهدف من تصفية الشيخ هذا الوقت بالذات؟ هو حقيقة لو ترجع إلى الأمر لا ترى أنها تصفية للشيخ، هي تصفية للدار في حد ذاتها. هؤلاء البشر الذين كانوا ليس لديهم مفتي، وكانوا يتمنون في فترة أن يكون لديهم مفتي أيام النظام السابق، الآن عندما أصبح لديهم مفتي أصبح بعض منهم يكيل له الشتم، وأصبحت لديهم دار الإفتاء الآن يريدون إزاحتها، لأنهم لم يتربوا على الإسلام، لم يتربوا تربية إسلامية صحيحة. إذا أنت كنت متربي تربية إسلامية صحيحة كما سمعنا في الشريط، عندما تقتل لماذا تأتي بعد ذلك وتقوم بالقتل أكثر مما موجود بعد ما قتلت الروح تطلق عليها النار؟ هذا لم يحدث في أي وقت. هذا انتقام كاسح وانتقام بحقد، ويدل على أن نفسية ليس لديها أي تربية إسلامية، يدل على حقد صليبي حقيقة ليس على اتجاه للمسلمين ولا للإسلام. هذا ما يجعلنا الآن ندرس لماذا الليبي يقتل الليبي نتيجة لهذه الثقافة التي غرسها البعض في سبيل التصفية من أجل الحصول على الكرسي. طيب، وهذا أمر خطير جدا يجب معالجته من علماء الاجتماع ومن علماء النفس ومن كل العلماء حتى الإسلاميين، والعودة إلى المناهج وغرس روح القيم الإسلامية في المناهج، وغرس روح روح المحبة وروح التسامح داخل المناهج بتعليم الإسلام. مقام عصام، ينضم إلي الشيخ دكتور محمد أبو عجلة عضو مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء. ابتداء، عظم الله لكم الأجر شيخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم ابتداء،
نعم لله ما أخذ ولله ما أبقى، ونعم أعزي نفسي وأعزي دار الإفتاء وأعزي أهله وأعزي محبيه، بل أعزي العالم الإسلامي كله باستشهاد فقيدنا الشيخ نادر العمراني، ألحقه الله بالصالحين وجعله داعية للإسلام وللحق في حياته وبعد مماته بإذن الله تعالى. فقد قال كثير من أهل العلم إن دماءنا كانت هي التي تسقي أثرنا، فما أينعت أشجارهم وطابت ثمارهم إلا بعد أن سقيت بدمائهم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. فإن العين تدمع وإن القلب ليحزن، وإنا لفراق الشيخ نادر لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه، إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم شيخنا، يعني بفقدان الشيخ نادر العمراني فقدت الأمة في ليبيا عالما حريرا، يعني شهد له القاصي والداني. لتصفحنا سيرة الشيخ رحمه الله تعالى من طلبه القرآن على يد الشيخ مصطفى قشقة الشيخ القراء في ليبيا، ثم الامتياز في الماجستير، ثم الامتياز في الدكتوراه، ثم هذه السيرة الحافلة لهذا الإمام رحمه الله تعالى. ذكرنا بالقيمة التي فقدتها ليبيا بمفقد هذا الإمام. ضيفك الأستاذ عصام جزاه الله خيرا، وما نحن نريد أن نبكي، ولكن لأنه شهيد عند الله يحسبه كذلك شهيد آخرة، وهو شهيد آخرة يصلى عليه ويغسل ويدفن، ويصلى عليه ويغسل، هو شهيد آخرة إن شاء الله تعالى. لكن الناس أعداء ما جهلوا يا شيخ يا أستاذ مصطفى، الناس أعداء ما جهلوا، فلو كانوا يعلمون حقيقتهم لا قبلوا منه الأقدام. ونحن إذ نقول قلنا ذلك في مؤتمر التضامن يوم كنا نرجو أن يعود إلينا حيا، يعني لا من باب الميت ونموت طوال الرجلين كما يقولون، لكن هي هذه الحقيقة. قلنا ذلك قبل أن يموت، كنا نرجو أن يعود إلينا حيا في مؤتمر التضامن، وكنت أنت تديره جزاك الله خيرا، وجزا الله قناتك والعاملين عليها. فهذا من أثقل ميزانكم عند الله يوم القيامة، أحسب ذلك. الناس أعداء ما جهلوا، هذا الرجل سيبكيه العالم كله بكاء شرعيا له لمسات هو لا تعرفه ليبيا فقط، مع صغر سنه هذا الشيب الذي في وجهه وفي رأسه شيب وراثة وشيب وقار، هو صغير، هو فتن وشاب، لكنه كان واسع العلم والدراية، كان واسع الفهم. جالسناه في مجلس البحوث، وجالسناه في تعديل القوانين، وجالسناه في بعض اللقاءات التلفزيونية، واستمعنا إليه وهو يسأل وهو يجيب، وزامننا تدريسا في معهد الإفتاء. حقيقة كان شمسا، كان قمرا في العلم، كان صاحب فهم، كان صاحب علم واسع مع صغر سنه أقول، كان وقدر الله وما شاء فعل، لا نقول غير ذلك. فيه بدايات عالم كبير تفخر به ليبيا ويفخر به الإسلام، ولكن ماذا نفعل؟ هذا للشيخ تحت قوله تعالى وشاهد شاهد من أهلها، له ميزة مع أمثاله، من شاركه في نفس معاهد العلم والتنقل بين بعض البلدان، هو كان خبيرا
بالمناهج في باطنها وفي ظاهرها. نعم. وهنا هذه إحدى ميزاته، لأن العلماء عندما أنصتوا إلى الشيخ الزروق رحمة الله عليه في بعض كتب نقده قالوا هذا نقد من الداخل، لأنه عليم به، بصير به، قد علمه وسبره وسبره وصبر عليه. هذا الرجل له ميزة يا سيدي أنا أشرت إليها إشارة. نعم. يوم أن تكلمت في المؤتمر قلت تنقل في الإسلام بين معاهد، تنقل في الإسلام بين معاهد، وهذا على عدم تعصبه خير شاهد. قلت هذه العبارة. نعم. تنقل، تعلمون الرجل لم نكافه لله سبحانه، هذا الرجل عانى كثيرا ولا يعلم ذلك إلا من كابد ما كابد، تعلم كان على مذهبه. نعم. ثم ترك ذلك المذهب، إذن هو ليس متعصبا، ليس متعصبا، وتابع الكتاب والسنة والدليل لله رب العالمين لا لأمر آخر. لذلك الآن نحن يعني عندما يعتدى عليه ويكمم فاه، لكن ما تركه يكفي لأن يرى الطريق أمام كثير من الشباب المسلمين. نعم. وأنا أعلم بإذن الله رب العالمين، وأظن بل أظن بإذن الله سبحانه وتعالى أن كثيرا من شبابنا سيتغير اليوم بعدما امتدت اليد الآثمة، لأن الله تعالى يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي حتى في الكفر أصالة. نعم. فمن يستعمل العنف في إسكات العلماء هذا أكبر دليل على عدم اقتناعه، وأنه يسير على طريق لا تقوم حقيقة على الكتاب والسنة. طيب. أو على فهم سلف الأمة يا سيدي. نعم. نحن لا نتهم واحد الآن بعينه. نعم. لكن نقول من عاداه فكريا أيا كان اتجاهه. نعم. فهو غير مقتنع، والإمام كان مقتنعا وأعجبني، ساءني وأعجبني، وأنا سمع يرفيد الآثم أنه كان أمام الدنيا خصمه وعدوه يقول قال لا إله إلا الله. اسمعي يا دنيا. نعم. اسمعي يا دنيا أن الشيخ نادرا بشهادة قاتليه ومغيبيه أنه كان آخر كلامه لا إله إلا الله، وكان آخر كلامه لا إله إلا الله، ولم ترن قناته وهو في الحفرة، هو الأدنى وهم الأعلون حسن الآن. أما في الآخرة يا سيدي وحتى في الدنيا إن شاء الله تعالى بذكره، فحاله كحال إخوة يوسف. نعم. جعلوه في الجب وهم الأعلون. طيب. فانتهت القصة، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، فكان هو الأعلى وكانوا هم الأدنين وهم الأسفلين. هذا حاله، وهذا الآن موته عبرة يا سيدي. نعم. والله عبرة. نعم. ناسف يعني الله الأرحام لم تعقم عن إنجاب العلماء وطلبة العلم، كما قال الأستاذ عصام من قلة علمائنا هل من كثرتهم حتى نقتل منهم ويبقى الكثير. طيب ابقى معي، ابقى معي على الخط شيخ محمد باجلة. أعود لي عصام، يعني عصام هذا أحد علماء ليبيا، دكتور محمد العجلة ينعي الشيخ دكتور نادر العمراني، وتحدث عن قيمة الفقد، القيمة العلمية لفقد الشيخ الدكتور. لكن نعلم أن الشيخ كان عضو مجموعة التواصل وعضو حراك مدني وعضو أيضا رئيس سياسي، صاحب رئيس سياسي وصاحب كلمة في الوسط. ما القيمة التي بموت الشيخ أو بمقتل الشيخ شهيد نادر العمراني رحمه الله تعالى نحسبه كذلك، يعني فقدت ليبيا قيمة سياسية حتى من غير القيمة العلمية، قيمة سياسية وقيمة اجتماعية؟ والله يقولها لك بصراحة بكل تجرد، لو لم تكن لديه قيمة لما تم أصلا خطفه ولا الاعتداء عليه ولا قتله، هذه الحقيقة. ولكن ما يميز علماء ليبيا برغم أنهم قلة إلا أنهم متميزون في العالم، كتبهم تصل إلى العالم، يعترف بهم العالم الآخر إلا نحن لا نعترف، القليل منا أقولها صراحة يشتم ويضلل الناس ويعتبر هؤلاء أنهم ليسوا بشيوخ. أنا أقول لمن
قامت يده الآتمة بذلك. أنت تتبع نهج معين، هذا الشيخ أتى بشهادة امتياز من هناك، لم يأتي هكذا من فراغ، لم يكن فارغا، ولذلك عندما تقوم بما فعلت أنت أهلكت نفسك وأهلكت من معك، ولذلك ستكون خصيمنا يوم القيامة بإذن الله. ولن نتخاذل في حق الشيخ حقيقة. أنا آمل من كل مسلم ألا يتخاذل في حق الشيخ وفي حق كل من طيب خطف وكل من في مسألة خطف بحد ذاته. منك ذكرت يعني الشيخ خطف بقى عقل أكثر من 40 يوم مخطوف، لا يعرف مكانه حتى الآن، جهاز بحث الجنائي يبحث عن جثة الشيخ. بالتالي يعني هذا التسيب في هذه المسائل بالذات، وهذا الترك يعني، وهذه السلبية التي نشاهدها في حتى في مسألة البحث عن جثة الشيخ، كيف تعلق على هذا؟ والله حقيقة حتى قبل الشيخ خطف مجموعة من النشطاء، لم يثير الأمر أي اهتمام لمن هم مسؤولين عن هذه الترتيبات الأمنية، لهم مسؤولين على ما قيل الآن مكافحة الجريمة، لهذه الحكومة التي هي أنا أقول حسبنا الله ونعم الوكيل في من يتحملون الآن المسؤولية. أراي مسؤوليتكم أمام الله، ليس هي مصالح ولا مناصب ولا كراسي، لمن هم موجودون الآن. اتقوا الله، الشعب أصبح خائفا خاصة في العاصمة الآن، بعد مقتل الشيخ سيزداد الخوف، ستزداد نوبات الخوف. هناك ناس ارتبطوا بهذا الشيخ وبدروسه، أصبحت الآن في حيرة. اليوم الناس نادت مصدومة الصبح عندما رأت هذا الشريط، لا لم يقدروا حتى أن يستوعب المشهد إلى الآن. البعض ما زال يعتقد أن الأمر غير سليم، بالرغم أنه يرى صورة الجرافات والبحث، مما يجعل الأمر الآن أصبح في فوضى مقصودة من أجل ترتيب أجندات معينة وتحقيق أهداف الحكومة حقيقة. والمجلس الرئاسي لحكومة السراج، نعم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيه، وفي الترتيبات الأمنية وفي وزير الداخلية بالذات، حسبي الله ونعم الوكيل طيب فيه إصلاح. حتى وأنه مسلم وملتحي، حسبنا الله ونعم الوكيل فيه لما يجري الآن طيب ولما جرى قبله، لأن هؤلاء بشر، لهم أسر، لهم هؤلاء لديهم عائلات. حسبنا الله ونعم الوكيل لمن لا يقوم طيب بمهامه وأن يترك المهام لغيره طيب. وإلا فإنه خصيمنا يوم القيامة. نحن لن نسكت بالدعاء، وهذا سبيلنا، نعم، إلا سلميا. طيب حتى نهدى حصام، أرجع للدكتور محمد بوعجالة. يعني دكتور محمد، كلنا نذكر حادثة اغتيال الشيخ محمد الذهبي في مصر منذ عشرات السنين، وكيف كان تأثيرها وقلب الموازين هناك على التيار التكفيري الذي قتل الشيخ محمد الذهبي عليه رحمة الله تعالى. اليوم يعاد السيناريو، لن نتحدث عن الجناح حتى يتبين الجاني، لكن أنا أتحدث عن ردة الفعل التي من المفترض أن تكون الآن من قبل يعني طلبة العلم ابتداء، العلماء، وكذلك الشعب الذي يعني أحب وثنى الركب تحت هؤلاء العلماء حتى يصاب اليوم بمقتل أحدهم. نعم، هو أولا كان أبو بكر بن اللباس من علماء المالكية الأفذاذ يقول: أزهد الناس في العلماء أهله وجيرانه، أزهد الناس في العالم أهله وجيرانه. نعم، فالقريب يزهد فيه والبعيد يعظمه. كما قلت، يبكي العالم اليوم هذا العالم الشاب الشهيد، نحسبه الشيخ نادر. نعم قلت إن هذا الشيخ كان داعية في حياته وسيكون داعية في موته وبعد موته. والله إن كثيرا من الأمور التي كنا لا نستطيع أحيانا إقناع أحد بها سنقنعه اليوم، أو ستقنعه نهاية الشيخ. لأن أولا لابد أن نعرف أن الخواتيم ميراث السوادق، الخواتيم ميراث السوادق. فالشيخ نادر ختم له بهذه الخاتمة الطيبة، وقلت وخاصة لما أخبر خصمه أنه قال لا، هو يبادله ويقول له: كيف تعلمت في المكان الفلاني وضللت وأضللت الناس بزعمه. فلما عرف أنه قاتله نطق بشهادة الحق، فكانت آخر كلامي: هذه الخواتيم ميراث السوابق، هذه الخاتمة الطيبة لهذا العالم المجاهد هي دعوة لعملية بإذن الله تعالى لكثير من شبابنا في الالتزام أو في حسن الالتزام. نعم،
هذه واحدة. أحيانا الله عز وجل دائما أقول يقول لك فلان قريت طيرت. أحيانا بعض الناس إذا مكر الله به سبحانه وتعالى ونسأل الله أن يهدينا إلى الصراط المستقيم يفعل عملا أو دون حكمة يظن أنه سيكون معه وسيكون ناصر اتجاهه فيقلبه الله عليه سبحانه وتعالى لأن الأمر ولأن المكر بيد الله سبحانه وتعالى، فهذه تكون وبالا على قاتله وعلى شانه وتكون إن شاء الله تعالى سبيل حق وهدى إلى الله عز وجل. فموته كما ذكرت عن الإمام الذهبي أو الشيخ الذهبي رحمه الله تعالى صاحب التفسير ومفسرون الكتاب المعروف هذا، نعم انقلبت الأمور وعلم الناس الحق واستيق، لأن مرات الله يجعل الله له حكم سبحانه وتعالى فتوقد الغافل وتذكر العاقل. فالآن أن شبابنا وآلنا في ليبيا سيتذكرون وسيراجعون. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ثم تتفكروا إصلاح جنة. الآن المناهج هي التوراة العربية، أقول دائما وأبدا فضحت المناهج. فضحت المناهج وبينت وعلمنا الآن. بالله عليك يا شيخ نادر أسألك سؤالا يا شيخ نادر سبحان رحمه الله تعالى. يا أستاذ مصطفى حفظك الله وحفظ قناتك والعامل عليك، من الذي قرأنا في التاريخ يقتل الناس فجرا؟ إنهم الخوارج والمجوس. امتدت يد الخوارج إلى أمير المؤمنين علي وهو في صلاة داخل إلى صلاة الفجر، ودخلت وامتدت يد المجوسي أبي لؤلؤة إلى أمير المؤمنين عمر في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الذين يقتلون فجرا ويتربصون فجرا ويراقبون فجرا. من انظر هذا تشابهت قلوبهم، اختلفت الكلمات واختلفت النظريات، ولكن في العمل تشابه العمل وتشابه الفعل. ولن يزيد الأستاذ نادرا إلا طولا في قامته وطولا في عقيدته وطولا في اختياره وطولا في منهجه وطول في كل ما كان وأهل. أشكرك بإذن الله سبحانه وتعالى. أشكرك شيخ دكتور محمد بواجلة عضو مجلس البحوث بدار الإفتاء.